ليه ما تسد الايجار؟ راعي الشقه دقل علينا ويقول انك ما سدت الايجار. هذا الرجال طالع على البر لحاله، ومعروف ان البر وانت لحالك ما يصلح، تصبح فريسه لذيذه لديابه والشياطين. وهو طالع على البر، هذا الرجال جاء الليل وما صاد الا ضب. وش هالحاله هذه اللي انا عايشينها يا رب؟ يا عيال ابيكم تخشون مود الرعب، لان جد الفيديو مرعب جد ما بطقطقه. حبي يوثق الرحله بانه يصور مع الضب ذكرى، واصبح يطلب الضب الايجار، يقول صاحب الشقه يبي الايجار. كان يحب يستهبل الله يرحمه، ولكن ما كان يدري ان صاحب الشقه بتاع الضب بالخلف. امسكوا قلوبكم وشوفوا الفيديو. ليه ما تسدد الايجار؟ ليه ما تسدد الايجار؟ راعي الشقه دقل علينا ويقول انك ما سددت الايجار. الله كريم، تبر قرانا ترى. عشان كذا طلعناك ثاني مره، سدد الايجار والعاد نضحك من جهلك. انا متاكد ان كلكم شفتوا الجني اللي طلع وراه، ملامحه واضحه ومرعب الله يكفي نشر. واسالكم بالله، الجني اللي طلع وراه ما يشبه هذه الصوره؟ انا اول ما شفت المقطع قلت هذا مو جني، قلت هذا ممكن من البرد، او قلت ممكن رعد وتشكل على شكل وجه. ولكن مو بس انا الوحيد اللي شفته جني. يا رب دخل علي واحد من عيال عمي يقول لعبك شو اللي وراك؟ يا معاي المقطع من وراي الزول اللي يروع اللي ما يتروع، علي حرام يجيني ما شفته لي مرسل لي. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا ادخلك يا ربي، يلا اني وجه امحق ضب وامحق عيشه. بشركم قدني في الرياض، الحمد لله انا طيب وبخير. طبعا هذه صور ثابته للجني، شوفوا الصور. اتوقع انه ما عاد يبي فلوس الايجار. السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم كل خير. على طلبكم اليوم المقطع شطحه، وتروا هذه المقاطع مرعبه، راح اوريكم مجموعه مقاطع مرعبه ومخيفه للامانه. اذا عمرك صغير او تحسن قلبك يثير وهالخوف، ما انصحك من الان انك تكمل الفيديو. واذا انك سلاح وما تهاب الا من الله، ادعس زر اللايك. وما عليك امر، لا تنسى الاشتراك اذا كنت ضيف جديد على قناتي. انا بيبسي وخلك مع الفيديو. ثاني فيديو، سبحان الله من اغرب الفيديوهات صدقني اللي راح تشوفه بحياتك. طبعا هذا الفيديو مصور بالسعوديه بالطايف، باحد قرى الطايف، بس ما ادري وين بالضبط. تخيلوا الساعه 1 بالليل وسكان هذه القريه نايمين، القريبين من المسجد لاحظوا ان في واحد جالس يصلي بالمسجد الساعه 1 بالليل. شوفوا الغرابه سبحان الله. قاموا اثنين، خذوا مفتاح المسجد، شغلوا الانوار، دخلوا الى المسجد، وهنا كانت الصدمة. تخيلوا انهم يوم دخلوا الى المسجد ما لقوا اي احد يصلي، بنفس الوقت سبحان الواحد لا احد يسمعون صوت واحد جالس يصلي. تخيلوا، لكن مو ظاهر ما له شكل. فانا حسب توقعاتي احسه من الجن المسلمين، لكن سبحان الله كيف يصلي الساعة 1 بالليل وصوته يا عيال لا اله الا الله كانه صوت شايب بشري؟ ابدا ابدا ما تكون صوت جني. لكن شوفوا الفيديو صدقوني راح تنصدمون. هذه انتشرت السالفة ومعروفة. تخيلوا سبحان الله ما فيه أي أحد، لكن للأمانة إن صوته فخم لكنه بالع المايك. أنت متخلف يا ابني. ثالث فيديو، وهذا الفيديو للأمانة ما له أي تفسير. تخيلوا إن هذا عسكري مستلم الحال وحاطينه بغرفة بعيدة عن الناس وما عنده أي أحد. على كلامه حتى هو يتكلم يقول ما عندي أي أحد. الغريب والمشكلة إنه يسمع صوت ناس برا يضحكون، هذا أبداً مو غريب. الغريب جداً إنه يوم طلع من الباب لقى بسه تراعي له بنظرات غريبة وكأنه نظرات تهديد. يا أخي نظرات البسه جدا مرعبة، شوفوا الفيديو. باب والله كذا تربش، الدنيا ما في احد واسمع ناس يضحكون. بسم الله والله هاي اعوذ بالله. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ بالله كلمات الله التامات من شر ما خلق. عيال تسمعون ولا بس انا؟ والله ما في احد. طبعا انا بسم الله اكثر شيء خوفنا البسه، وقفته عند الباب وكانها تنتظره. المشكله ان تراعي له مراعاه يا اخي غريبه، ولكن اشكر قوه قلب هذا العسكري. العسكريه ما يبي له الا شخص قلبه مثل هذا الرجل، جالس لحاله بالغرفه ورغم ذلك يسمع اصوات ولا طق خبر. اشكره من قلبي للمره الثانيه. رابعا، طبعا هذا الفيديو حقيقي 100%، ولكن يا انه بالاردن او بفلسطين. سبحان الله لقوا جني مسلم بالمسجد. تخيلوا بعز الليل داخل المسجد وجالس يذكر الله، يكرر لا اله الا الله. سبحان الله انا طول الوقت جالس ادق بصوته، الصوت لا اله الا الله كانه بشري، ولكن كذا يصور قدامكم تخيلوا ما فيه احد. سبحان الواحد الاحد، دققوا بصوته، دققوا بصوته يا عيال. Thank you.
سبحان الله ترى في مسلمين جن واجد، وايضا ابشركم انهم يصلون بنفس المساجد اللي يصلون بها البشر. وعلى فكره ترى في جن يدرسون القران، يدرسون القران مع البشر على فكره اذا ما تدرون. روحوا واقروا عن هذا الموضوع، روحوا واقروا. حبيت اعلمكم ان المساجد ترى مو بس لنا، ترى حتى المساجد للجن سبحان الله. خمس فيديو واخر فيديو من غير شر، هذا فيديو لشخص اجنبي. هذا الاجنبي يا انه طالع من البيت ولا تو جاي للبيت، ولكن صار له شيء يخوف. تخيلوا بالسيارات الجديده مثل تسلا، مثل الأودي الجديدة، وأغلب السيارات الجديدة به ميزة بالشاشة، إذا كان قدام السيارة واقف جسم فيه أشعة حرارية أو أشعة زي كذا، أشعة الوكاد إنها تكشف الأجسام، سبحان الله تكشف أجسام البشر. الأشعة هذه تكشف حرارة الجسم مو بس أجسام البشر أو أجسام الحيوانات، تكشف زي كذا الأجسام. وهو واقف عند باب البيت طلع له بالشاشة إن فيه جسم قدام سيارته. تخيل إنه جالس يصور يراعي كذا قدام، ما في قدامه أي شيء، وطلع له بالشاشة إن فيه جسم قدام السيارة، فيه أحد واقف. أكيد هذه أشعة حرارية ما تخطي، وحتى ما في ظل يعني طالع قدام النور. أنا ممكن قلت ممكن مقلب ولا مثلا بيسوقونه على الشعب، ولكن جد ما فيه أي ظل قدام السيارة قدام النور. شيء سبحان الله مرعب، يعني وش هذه الروح اللي واقفة قدام السيارة؟ شوفوا الفيديو. أنا جاني تفكير، لكن هذا التفكير للأمانة مو منطقي مرة. قلت ممكن إنه واحد واقف داخل الكراج، ولكن حتى لو كان داخل الكراج ما أدري ما يطلع بهذا القرب، فأتوقع إن هذا مو منطقي أبداً للأمانة. وحتى في واحد صارت له نفس السالفة هذه لكنه بالمقبرة، صارت له سبحان الواحد الأحد، وممكن واحد تو دفنينه أو باقي يعني حرارة جسمه. في واحد صارت له نفس السالفة هذه سبحان الله بالضبط لكنه بالمقبرة، شيء يخوف. وبس إلى هنا كان المقطع حقنا. أبيكم بالتعليقات تكتبون لي وش تبون الشطحة الجاية، هل تبونه عن الجن ولا تبونه عن أشياء خارقة للطبيعة مثل أشخاص يطيرون، أو تبونه أشياء مثلا ظريفة وترفيهية يعني مثل اللي يصنع بيت وسيارة. أبيكم تختارون الشطحة اللي تبونه، وأشكر من قلبي اللي يسووا لي منشن على هذه المقاطع. للأمانة بالتيك توك وبالإنستغرام كل ما أدخل إلا ألقى كم واحد مسوي لي منشن على مقاطع غريبة مثل كذا، أشكرهم لهم شكر من قلبي. ولكن بالإيميل ما أنصح أن أحد يرسل شيء خاصة مثل مقاطع زي كذا، لأن الإيميل ماني مخصص للمقاطع للأمانة. ترى التيك توك حقي والإنستغرام تحت بالوصف. بس شكرا لوصولك إلى هذه الدقيقة، ومهما كان تبقى الحياة حلوة. وبس مع السلامة.